اليوم كانت رسائل كثيرة، من ضمن هذه الرسائل هي أنه كل العراقيين تعذبوا بزمن صدام حسين، فابن الجنوب اللي سامع أنه أهل الموصل كانوا عايشين ومتونسين بزمن صدام حسين، أنا أبو شعلان هو هذا هدفنا، يعني أنا تكلمت وياه أنه خلي كل واحد من كل محافظة يطلع من عندنا، حتى أتمنى من أهل الرمادي يطلع واحد يحكينا الحقائق اللي كانت تعيش بواقعهم، أحد من أهالي صلاح الدين، بس يكون من يعني ما أريد أقول أنه سنة وشيعة، بس يكونون من جانب السني، يصعد ويانا يبين المظلومية اللي صارت على أهله، من أهل ديالة من أهل السنة يصعد يبين لنا المظلومية، لأن أنتوا أكو بيكم من انظلم، بس المشكلة الكبيرة اللي صارت هي اللعبة اللي صارت بعد 2003، اللعبة المخابراتية الصدامية اللي بدت برأس الأفعى حارث الضاري وجماعته، اللي نطوا فتوى ما أعرف السعدي نطاها، ما أعرف منه، ما أعرف منه اللي نطاها، أولا بمقاطعة الحكومة وعدم الدخول بالعملية السياسية، وهاي كانت لعبة مخابراتية صدامية بعثية بحت. هذه الحركة اللي سووها انهم راضين العملية السياسية على اساس انه يدخلون الشيعة ويدخلون الاكراد والسنة ما يدخلون، فسووا نفسهم هم ممثلين السنة، واحنا اصلا اهل السنة، انا من اهل السنة واتشرف باهلي، احنا قبل 2003 ما عندنا مرجع، ما عندنا شخص كبير باهل السنة نرجع له، مثل يعني هن الشيعة عندهم السيد السيستاني، عندهم محمد صادق الصدر، عندهم مرجعياتهم اللي يقولوا لهم شاركوا او لا تشاركون، وبالفعل نجحوا اهلنا الشيعة انه سيد السيستاني نطى فتوى بعدم محاربة الامريكان، وهاي الفتوى حقنت دماء ما اقول الاف اقول ملايين العراقيين من اهلنا الشيعة اللي التزموا بهذه الفتوى، ولا كانوا صاروا حطب لحرب في سبيل بقاء صدام حسين ونظامه وتسلطهم على الشعب العراقي. فكانت هاي الفتوى المفروض ياخذ عليها سيد السيستاني جائزة نوبل للسلام كشخصية حقنت دماء ناس كثيرين لو ما صادر هاي الفتوى في وقتها. اللعبة اللي صارت السياسية اللي سواها حارث الضاري ومن وراه من هم ضباط المخابرات انه السنة ما يدخلون للعملية السياسية، زين انتوا قررتوا تاخذون الخط المعارض من البداية، بس مو معارضة سلمية، معارضة مسلحة، معارضة ضد ابن بلدك اللي قبل يعمل بالعملية السياسية الجديدة اللي سقطت نظام صدام حسين واللي فرضها المحتل. هل نبقى احنا كشعب بدون قيادة؟ معناته يبقى الامريكي يقود بلدك؟ اذا تقبل بهيك شيء معناته انت خائن اصلي، وهذا اثبات انه انتم اليوم مكيفين اذا الامريكي يدخل للعراق ويبدل النظام ويجيبكم، فمعناته انتم خونه، انتم من البدايه خونه. فهاي العمليه اللي صارت انه احنا رافضين ندخل بالعمليه السياسيه، وحطيتوا المواجهات بين سويتوا السنه كل المدن السنيه جبهه ضد الشيعة، كونهم انتوا رافضين العملية السياسية وهم دخلوا بالعملية السياسية، وهنا بدت اللعبة الكبيرة اللي لليوم احنا نعاني من عدها. اخواننا بالمخابرات اللي سواه الاخ فهد واللي طلعوا من جماعة المخابرات اللي اثبتونا انه البعثيين ومن ضمنهم حارث الضاري ومن ضمنهم هواي اسامي ذكرت ومن ضمنهم حسين الصدر، من ضمنهم دول ضباط المخابرات اللي لعبوا هاي اللعبة على الشعب العراقي، كل دماء العراقيين برقبتكم، كل اللي صار برقبتكم. لا تقولوا لي مقاومة محتل، ما ضربتوا محتل، كل اللي ضربتوه الشعب العراقي، كل اللي قتلتوهم عراقيين. أنا كعراقي أوقف أمام الله أمامكم أدينكم أمام الله سبحانه وتعالى على اللي سويتوه بالشعب العراقي. كل إنسان انقتل إن كان شيعي أو كردي أو سني، اي واحد انقتل من هذا البلد او مسيحي انقتل او تهجر اشوري ارمني
آشوري شو اسمه يزيدي شبكي تركماني كل الصابئي كل أطياف الشعب اللي انقتلت برقبتكم يا انغولة يا ولد الانغولة والله العظيم لعباتكم كلها قدامي إذا تنكشف وقدام الشعب العراقي وبفضل ذول الأبطال العراقيين اللي يصعدون ويانا اللي بينوا إجرامكم للعراقيين يوميا الأوراق ده تتكشف أنه إحنا شعب مو طائفي ولليوم هسه سمعتوا ابن الموصل اللي خابر يشكر ابن البصرة اللي عزمه سنة 1978 طول ما هو طالب يستضيف ابن البصرة ويطلع ابن البصرة يحب ابن الموصل وكل العراقيين واحد يحب الاخ ابقوا انتوا يا كلاب عو يا بعثيين عو اريد العوي مالتكم يوصل الى ابعد مكان ليش لان هاي القناة الصغيرة اللي دتحاربوها بكل الجهات راح تفضحكم كليتكم